تتوالى التقارير التي تؤكد قرب التوصل إلى اتفاق بين السعودية وميليشيا الحوثي، وهي وإن كانت تقارير غير مؤكدة إلا أنها تعتمد على تصريحات دبلوماسيين دوليين وتصريحات مسؤولي الإدارة الأمريكية التي تحث الرياض على الانخراط في مباحثات مباشرة مع الحوثيين بغرض التوصل إلى نهاية للحرب في اليمن. أهلا بكم. على الرغم من عدم نضوج مبررات مثل هذا الاتفاق حتى اللحظة، إلا أن الظروف المحيطة تمضي قدما لجعله واقعيا خلال فترة قريبة. في هذا الصدد تلعب الظروف الإقليمية دورا مساعدا، فبعد أن كان الجميع يتوقع حربا مع النظام الإيراني، يبدو أن الخيارات تمضي الآن باتجاه عقد صفقة إقليمية شاملة برعاية أمريكية، وما يجعل البعض يرى أن الساحة الأمثل لعقد هذه الصفقة ستكون الساحة اليمنية. وفي حين لا يزال السعوديون يرون أن خيارا كهذا ليس مطروحا الآن، إلا أن طول أمد الحرب وتعاظم قدرات ميليشيا الحوثي وتزايد الضغوط الدولية على الرياض بشأن دورها في اليمن قد يدفعها فعليا للتوجه نحو مثل هذا الخيار. يرى البعض أن هذا التوجه يؤكد أن مهمة السعودية في اليمن لم تكن استعادة الشرعية ولا إسقاط الانقلاب، بل تفكيك البلد وجعله ساحة حرب دائمة. وعندما وصلت السعودية إلى هذا الهدف، فإن عقد اتفاق مع الحوثي لم يعد سوى تتويج لتلك الأهداف مقابل التزام حوثي بعدم استهداف المملكة. يضيف هؤلاء أن خيارا كهذا لن يكون خيارا جيدا، بما أن الحوثيين جزء من مشروع إقليمي رأسه في إيران، ولهذا فإن هذا الاتفاق لن يكون سوى إخراج للرياض من المعادلة اليمنية، لكنه سيرتد عليها في وقت لاحق. للنقاش سيكون معنا من نيويورك المحلل السياسي إبراهيم القعطبي، ومن الرياض الكاتب الصحفي السعودي سلمان عسكر. أرحب بكم ضيفي الكريمين، وأبدأ معك سيد عسكر. إذن بحسب تقارير دولية، فإن اتفاقا سعوديا حوثيا على وشك التوقيع بين الجانبين، هل يبدو خيار كهذا مطروحا الآن فعلا؟ بداية أحييك عزيزي، أحيي ضيفك من أمريكا، وأيضا أحيي السادة والسادة المشاهدين. عزيزي، كل ما يدور حول هذا الموضوع مجرد إشاعات تروج لها جهات وإعلام معين، خاصة بعد وصول الحكومة الشرعية والمجلس الانتقالي إلى اتفاق نهائي سيوقع قريبا بإذن الله. الأمر الآخر هو ما يتلقاه أو ما تلقاه الحوثيين خلال الفترة أو الأسابيع الماضية من ضربات موجعة على أجرها أطلقوا على الأسبوع الماضي الأسبوع الأسود، حيث حصل هناك تقدم للشرعية في مناطق متعددة في صعدة، منها بيت حشران ومعتق والحتم والعريشية في مديرية رازح، إضافة إلى مواقع في آل زاهر وآل شرقة في منطقة بني النعيم في صعدة. كل هذه الأمور أو كل هذه النقاط الحديثة التي حدثت مؤخرا أحدثت للحوثيين عدم توازن، أفقدتهم التوازن، أحدثت لديهم مشكلة كبيرة ليروجوا أنفسهم الحوثيين بأن هناك اتفاقيات سرية مع المملكة العربية السعودية. سيدي الكريم، لك وللسادة المشاهدين أود أن أشير إلى نقطة هامة جدا، وهي قبيل أقل من شهر أعلن الناطق الحوثيين أو الناطق باسم الجماعة الإنقلابيين بأن هناك عرض قدمه للمملكة العربية السعودية وللتحالف، وهو التوقف عن أي هجوم على المملكة العربية السعودية. هذا العرض الذي قدمه الحوثي منه إليه هو مجرد مغادرة لما حدث لهم من انكسار كبير في الجبهات وتراجع وحالات استسلام وتسليم لمواقع متعددة. لذا فإن هذه الخدعة وهذه الرواية التي روج لها الحوثيين لا تختلف كثيرا عن تلك الرواية التي روج لها الإعلام القطري قبل أقل من أسبوع، عندما قال بأن هناك قتلى
في منطقة جازان بالحدود السعودية تجاوز 70 قتيلا. لذا يا سيدي فإن هذا الإعلان المأجور وهذه الخدعة التي لا تنطلي على عاقل ما هي إلا مجرد ألاعيب يمارسها الحوثيين منذ 5 سنوات يكذبون ويريدون أن يوضحوا للآخرين بأنهم صادقين، يريدون أن يقولوا للمؤتمر الشعبي العام خاصة وأن المؤتمر الشعبي العام قبل أقل من أسبوع بدأ يفك يده من الحوثيين في صنعاء وهي المرة الأولى منذ مقتل الرئيس علي عبد الله الصالح رحمه الله. لذا لأن كل هذه العوامل جعلت فرطا على الحوثيين يحاولوا أن يقولوا للمؤتمرين في اليمن وفي الخارج نحن على اتفاق مع المملكة العربية السعودية في السرب وستكون الجهة والواجهة لنا وسنكون أصحاب القرار وسنكون احنا أصحاب الصفقات. يا سيد المملكة العربية السعودية ليس لها أي دور، هي مجرد جزء من التحالف العربي. عندما يريد الحوثيين ان يتخاطبوا فهم يتخاطبوا مع الحكومه الشرعيه المحترف بها دوليا حكومه عبد ربه هادي منصور. لا اعتقد ان المملكه او الامارات او غيرها من التحالف سيذهب الى الاتفاق مع عصابات انقلابيه حوثيه. الحوثيين ونحن نكرر دائما ومرارا وتكرارا ليس امامهم الا 3 خيارات. الا خيار واحد، لا اعتذر سيدي على هذه الخطا، الا خيار واحد وهو العوده الى المرجعيات الثلاث. عدا ذلك لا يمكن لاي جهه او جانب ان تتواصل مع الحوثيين. طيب. الحوثيين يشعرون بالقلق، يشعرون بعدم التوازن، يشعرون بمرحله ضعف كبيره جدا. طيب وضحت النقطه، أن انقل ذات السؤال المشترك الى ضيف الاخر سيد ابراهيم القعطبي. استاذ ابراهيم، اذا ضيف الاخر يقول ان مساله يعني اتفاقا سعودي حوثي هي مساله اشاعات تحرض عليها اجهزه اعلاميه معينه خاصة بعد توصل الشرعية والانتقال للاتفاق، وكذا يقول أن الحوثي يشهد انكسارا في أكثر من جبهة ولذا يروج لهذه الأحاديث. سؤالي لك وهو ذات السؤال المشترك الذي سألته السيد عسكر، بحسب تقارير دولية فإن اتفاقا سعوديا حوثيا على وشك التوقيع بين الجانبين، برأيك أنت هل يبدو خيار كهذا مطروحا الآن؟ لا شك، أنا أعتقد أن كل الخيارات مطروحة، وكما ذكر أحد مسؤولي وزارة الخارجية الأمريكية قبل فترة يتحدث على أنه تم يعني طلب من المملكة العربية السعودية أن تدخل مع الحوار في الحوار الذي فتحته الولايات المتحدة بشكل مباشر مع ميليشيات الحوثي في عاصمة سلطنة عمان. الأمور أصبحت واضحة أن هناك يبدو ملفات كثيرة ينظر الرئيس الأمريكي وعدد من الدول الأخرى بأن تكون هناك صفقة بين الولايات بين السعودية وإيران وتقسيم النفوذ في المنطقة، لكن هذا بالنسبة لنا كيمنيين لا يهمنا كثيرا. يعني بالنسبة لليمنيين حتى ما ذكره ضيفك الكريم حول الاتفاق بين الميليشيات المجلس الانتقالي و الحكومة الشرعية بقيادة هادي، هذه دوامة صنعتها المملكة العربية السعودية ودولة الإمارات، وليس لنا لا ناقة فيها ولا جمل، إنما هم من مولوا تلك الميليشيات الجنوبية ضد الحكومة الشرعية، هم من خلقوا تلك الاضطرابات في الجنوب، وليس الإيرانيين ولا الحوثيين، ولم يحارب الحوثيون للأسف الشديد، يمنعون الجيش الوطني من التقدم، يمنعون الحكومة الشرعية من العودة، قاموا بالاستفراد بالمناطق الجنوبية وبنوا القواعد العسكرية في المهرة وفي الجزر اليمنية على امتداد البحر الأحمر وسقطرة وغيرها من المناطق. فلذلك هم لا يحاربون الإيرانيين ولا يحاربون الحوثة، هم يحاربون بناء دولة يمنية ديمقراطية فدرالية جديدة في اليمن. وأنا في اعتقادي أنه أي صفقات بعيدة عن اليمن الاتحادي الفدرالي لكل اليمنيون سوف يهزم، سواء كانت الصفقة بين إيران والسعودية أو بين السعودية والحوثيون، لأن الشعب اليمني لا يهمهم من يتضارب اليوم ومن يتصارع على الأرض اليمنية أو حتى على مستوى الأقليم. ما يهمنا كيمنيين كثلاثين مليون يمني هو بناء دولة فدرالية، دولة لكل اليمنيين، وهذا يعني أن الأطراف المتصارعة ليس لها ناقة ولا جمل بما يجري بالنسبة لمستقبل اليمن. تلك الأجندة التي تحاول تفرضها السعودية والإمارات وإيران على اليمنيين لن تنجح في المستقبل. ربما الآن هناك اضطرابات وضعف في الداخل اليمني، لكن الحرب في اليمن هي حرب إقليمية بين السعودية وإيران، لكن
الذي بات واضحا في الأيام الأخيرة أن الحرب هو حرب مصالح، أن السعودية والإمارات تود الاستحواذ على الموانئ وعلى الجزر اليمنية وعلى أهمية الموقع الاستراتيجي اليمني، وأنها لا تريد من اليمن أن يكون يمنا قويا منافسا في الإقليم في المستقبل. هذه الأمور أصبحت واضحة. إذا هم صراحة يريدون حرب إيران أو تقليم أظافرها، فليبدأوا من دولة الإمارات العربية المتحدة نفسها، فليقطعوا العلاقات التجارية والدبلوماسية. هناك يعني التبادل التجاري بين الإمارات وإيران فاق المليارات من الدولارات يعني، فليبدأوا من هناك إذا يريدون إضعاف إيران. لكنهم يضربون القوات اليمنية في اليمن، يضربون المزارع ومصانع الألبان، ويضربون المدن والمستشفيات، ويقولون أنهم يحاربون إيران في اليمن. فهذا كذبة كبرى لن تنطلي علينا، ربما انطلت لبعض الوقت، لكننا الآن نحن اليمنيون يبحثون على مشروع فدرالي، وما يحدث في السعودية ليس له صلة بهذا المشروع اليمني الكبير الذي ناقشه اليمنيين في مخرجات الحوار الوطني. طيب، مع وضع الاعتبار لما تفضلت به، أسألك سيد عسكر، يعني في نهاية المطاف الآن أنا أقرأ تقرير لمجموعة الأزمات الدولية، وهي مجموعة بحثية محترمة في مقرها بروكسل في بلجيكا، تتحدث على أنه بعد هذه المبادرة الحوثية التي أشرت لها فيما يتعلق بإعلان وقف إطلاق الهجمات الصاروخية على الأراضي السعودية بعد حادثة أرامكو الشهيرة، تقول أن الاستجابة، يقول التقرير أن الاستجابة السعودية لمبادرات الحوثيين كانت إيجابية، وأنا أقتبس هنا، كانت إيجابية في معظمها، ففي حين أنهم لم يعلقوا الضربات الجوية فإنهم قللوا منها في بعض المناطق، وسهلوا دخول عدد من شحنات الوقود إلى الأراضي التي يسيطر عليها الحوثيون، كما أن هناك صفقة تبادل لأسرى حدثت، منهم سجون يعني مسجونون سعوديون كانوا في الأراضي اليمنية. وقيل، يقول التقرير، أن القنوات الخلفية للحوار ما بين السعودية والحوثيين فتحت. هذه ليست وسائل إعلام يعني يسيطر عليها الحوثيون، هذه مراكز بحثية عالمية، ما رأيك؟ كلام متناقض، يعني كلام غير صحيح. المملكة، الحوثيين أولا، هؤلاء لا يزالوا يمارسون ألاعيبهم وأدوارهم التي بالخطأ. قبل أقل من أسبوع تم التصدي لطائرتين مسيرة. الحوثيين يعلمون يقينا وقطعا بأنهم أطلقوا على المملكة العربية السعودية 233 صاروخ إيراني تم التصدي لها، ولا أعتقد، وهم يعلمون الحوثيين والإيرانيين والعالم، أن هناك دولة في الأرض تستطيع أن تصد 233 صاروخ دون أن تسقط وتسبب أذى. كانت تستهدف المدنيين سواء في العاصمة الرياض أو في منطقة عسير أو منطقة جازان أو نجران. عمدوا مؤخرا إلى الطائرات المسيرة المرسلة لهم من إيران عن طريق سلطنة عمان ومواقع أخرى. هذه الطيارات فشلت، لم تحقق أهدافها التي كانوا يعملون إليها. أطلقوا أكثر من 140 و146 طيارة مسيرة لم تنجح. كل هذا الفشل الذي واجههم بالتصدي بالقوات الجوية السعودية جعلهم يشعرون ويعلمون يقينا بأن ليس هناك أمامهم أي مجال لاستهداف المملكة العربية السعودية. فعندما يقدمون هذا العرض لعدم استهداف المملكة، لأنهم يشعرون بأنهم لن يسيطروا. لكن حتى المسؤولون لكن حتى سيد عسكر حتى المسؤولين السعوديين رحبوا بهذه المبادرة. هذا جانب. حتى المسؤولين السعوديين رحبوا بهذه المبادرة، ناطق باسم التحالف أيضا رحب بها. ما ترحب، أنا لا يعني لم أجد أي يا أخي. عندما يرحب التحالف رئيس إصابة، هذا غير منطقي يا أخي. أنا قريب من الأحداث، هؤلاء لا ينظر إليهم ولا إلى دعواتهم. المملكة العربية السعودية ليست جزء في المعركة، وهذه المشكلة، الخلط في الأوراق. المملكة العربية السعودية جزء من التحالف لإعادة الشرعية. هذه نقطة لابد أن نوضحها يا سيدي. دائما يحاولون أن يضعوا الحوثيين رؤوسهم أمام الكبار، وأن يقولوا نحن نتخاطب مع المملكة العربية السعودية. المملكة العربية السعودية لن تنزل إلى مستوى الحوثيين. المملكة العربية السعودية في الدولة تتكلم مع الدول العظمى والدول المعترف بها دوليا، وليس مع العصابات الحوثية الإيرانية. هذا يا سيدي جانب. الجانب الاخر والاهم في كل الموضوع، عندما روج الاعلام التابع للحوثيين قبل اسبوع مقتل عدد كبير
من الجنود السعوديين في جازان على يد الحوثيين، رغم ان الامر اشاعه ومجرد ترويج لها لدعم الحوثيين، فلماذا يقال ان الحوثيين لا يتحركون وان هناك حاله هدوء؟ كل ما يحدث مع احترامي للاعلام البروكسلي او غيره، اعلام غربي او شرقي، لا يعلم ماذا يحدث. ما يحدث الان يا سيدي هو مجرد الاعيب لاحداث زوفقه، احداث نوع من التشويش على الاتفاق الذي قامت به المملكه العربيه السعوديه مع الاصلاح بين المجلس الانتقالي والشرعيه باشراف المملكه العربيه السعوديه ودوله الامارات العربيه المتحده. هذا الامر او هذا التوافق بين الشرعيه والانتقالي احدث صداع للحوثيين والقطريين والايرانيين واللبنانيين بهذه السرعه وبهذا الهدوء وبهذه الاخاء والمحبه والتوصل الى نقاط وتوقيع اتفاق. هذا الامر بصراحه جعل تشويش كبير على الحوثيين وعلى من يقف خلفهم، يريدون الان ان يظهروا من تحت الطاوله امور لا صحه لها. المملكه العربيه السعوديه يا سيدي تتكلم في وضح النهار عندما تريد شيء. وعندما تريد ان تتكلم مع احد يعني لا يحق ولا يجوز ان نظلل على الاخرين. يعني هل افهم منك سيد عسكر ان المملكه لم تقم باي مباحثات سرية أبدا مع الحوثيين؟ لو كانت بحاجة إلى هذا الأمر لكان يا أخي من قبل 3 سنوات أو من 4 سنوات يعني. ولا حتى في ظهران الجنوب؟ نعم. ولا حتى في ظهران الجنوب؟ ظهران الجنوب يعني أنا الآن لست في الرياض. أنا الآن يا سيدي جنوب المملكة العربية السعودية، أنا في مدينة أبها، أنا أتابع الشأن اليمني بدقة، لدي تواصل مع قيادات حوثية، لدي تواصل مع قيادات شرعية، لدي تواصل مع قيادات من أحزاب الناصريين والاشتراكيين وغيرهم، ولدي مع المجلس الانتقالي. هذا الكلام لا صحة له يا أخي. ماذا ينقصني إن كنت أعلم معلومة في هذا الأمر وأقول لك هذا حقيقة؟ نعم أنا متفاوض، أما ما يحدث في دولة الإمارات، ما يحدث في دولة سلطنة عمان من استضافه لقيادات حوثيه وبعد النقاشات، يجب الا نخلط في الامور. المملكه العربيه السعوديه لها سيادتها وعاصمتها طيب. الرياض، واذا كان هناك شيء فسيكون في الرياض. طيب دعني انقل هذه النقاط الى السيد ابراهيم القاطب. يعني السيد ابراهيم، سمعت ما قاله السيد عسكر. المساله يعني الرياض ليست بحاجه لان تختبئ وراء أي شيء، إذا ما أرادت ستلعب فوق الطاولة، وليس لها الحاجة بأن تقوم باتفاقات سرية. وأيضا في نهاية المطاف هذا الأمر كله ليس عبارة إلا عن زوبعة للتغطية على الرعاية السعودية للاتفاق الذي يجري الآن ما بين الشرعية اليمنية والمجلس الانتقالي الجنوبي. ما رأيك؟ هذا كلام ليس صحيح، وإنما محاولة لذر الرماد على العيون. المؤشرات على الأرض تقول أنه هناك بعض التهدئة بين الحوثيون والسعودية وعدم استهداف بعضهم البعض. كما ذكرت يعني قبل فترة كان أيضا مبعوث للحوثيون في المملكة العربية السعودية، وهم يطمحون لنفس الشيء. السعودية تود من اليمن أن تكون دولة متشتتة أو دويلات متشتتة وضعيفة ولا تملك السلاح ولا القوة ولا تستطيع أن تنافس على المستوى الإقليمي. الحوثيون أيضا يريدون من المملكة العربية السعودية أن تدخل في الصلح معهم، بحيث أنه يتحكمون بالمناطق الشمالية والذي يسيطرون عليها اليوم، بحيث يبنون مملكتهم. ولذلك مصالح الدولتين أو الميليشيا الحوثي مع المملكة العربية السعودية الآن لا تتضارب. من يفسر أيضا أن هناك الجبهات في مريس، في منطقة الضالع، وفي البيضة، وفي مأرب، وفي مناطق أخرى لم تتحرك منذ أكثر من 3 سنوات، ولم يستهدف الحوثيون بأي شكل من الأشكال، بل جعلوا القوات الحكومية توقف على المناطق التشطيرية. هذه مغالطة كبيرة عندما يتحدثون هناك، لكن السعودية تخاف من الإعلام ولا تود حتى وإن فتحت قنوات مع الحوثيون أن تكون سرية، لكي لا يعلن للعالم كله أن السعودية ذهبت ساخرة إلى ميليشيات مثل ميليشيات الحوثي المدعومة من إيران. للأسف الشديد من يدفع كل هذه الضريبة هو الشعب اليمني ومستقبله ووحدته وسلامة أراضيه والحصار المطبق على اليمنيين، المجاعة، عدم سماح اليمنيين بالخروج والدخول إلى وطنهم بشكل آمن ومنتظم من خلال الجو والبحر والبر. هذه مشاكل
انا في اعتقادي انه اكبر المسببات لها، مع انه اتهامنا واضح للميليشيات الحوثي بانها من جلبت الحرب، لكن في المناطق الجنوبية الحصار قائم من قبل السعودية والامارات. الحكومة الشرعية لا تستطيع العودة ولم تعد منذ سنوات بسبب هذا التحالف، اضعاف الشرعية بسبب هذا التحالف. عندما يقول ضيفك الكريم انه هذا التحالف يجب ان يكون بالاسم الصحيح وهو تحالف السعادة الشرعية، لا يا عزيزي، طيب بالعكس، هذا التحالف يعني هو من لنفترض قوض الشرعية، جدلا هو ان من هناك قسم اليمنيين، هو من سيد يستهدف القاطبي، اليمنيين. لنفترض جدلا ان هناك هذه الاتفاقات او هذا الجلوس على طاولة ما بين السعودية والحوثيين، او لنقل قنوات حتى ولو كانت يا اخي غير مباشرة، لما يعني ما المشكلة في ان يحدث مثل هكذا تواصل يعني؟ ليس بين الجهتين، ليس لدينا مشكلة، لكن المشكلة هل سيكون هذا على حساب مستقبل اليمن؟ هل سيكون هذا على حساب الدولة والنظام الفيدرالي الديمقراطي الذي يطلب به اليمنيون؟ هل سيكون هذا على مستقبل تقسيم وتشتير الوطن وتجزئته وإضعافه وعدم السماح له بأن يكون دولة مستقلة وذات سيادة مستقبلا؟ طبعا الشارع اليمني يرفض كل تلك التسويات التي تنتقص من السيادة، من الوحدة، من النظام الفيدرالي، من الديمقراطية، وهذا الطرفين متناقضان مع هذا المشروع الديمقراطي الفيدرالي الذي يطالبه اليمنيون. هناك ميليشيات سلالية إمامية تود عقد صفقة مع السعودية، وهناك نظام أسري لا يود أي نظام فيدرالي أو ديمقراطي في محيطه. فلذلك هؤلاء دخول الحوار بين الجهتين صراحة لا يهمنا كيمنيين، كشارع يمني وكيمنيين يتطلعون نحو المستقبل ونحو بناء دولتهم والحفاظ على وحدتهم والأمن والاستقرار، ليس فقط في اليمن وإنما في المنطقة أيضا. سيد عسكر، يعني أليس يعني من الصحيح بالنسبة للمملكة العربية السعودية استراتيجيا على الأقل، خاصة بعد ما حدث من يعني ضربة أرامكو هذه التي عطلت ربما نصف إنتاج النفط في المملكة تقريبا، أليس من الأجدى بها بالفعل محاولة تحييد الحوثيين باتصالات مباشرة؟ يعني في نهاية المطاف مثل هكذا اتفاق سيكون من مصلحة الأمن الإقليمي ومن مصلحة الأمن العالمي على الأقل من وجهة النظر الأمريكية أيضا. لا يا سيدي، يعني المملكة العربية السعودية يعني أرجو أن تكون الصورة أمامك واضحة وأمام الجميع، ليست بالدولة الحشة أو الدولة العشوائية أو الدولة الثانوية. الدولة المملكة العربية السعودية دولة ذات سيادة وذات قوة وذات قدرة وذات استطاعة أن تدافع عن مصالحها وأن تحمي شعبها، وقادرة أن تحمي حدودها. والمملكة العربية السعودية قبل هذا وذاك هي الدولة الوحيدة في الأرض التي تسعى إلى الإصلاح بين الدول المختلفة وخاصة في الدول العربية والإسلامية. ما حدث من ضربات مصفات النفط أمر يعني لم يظهر غير اعتراف الحوثيين بأنهم من قام بهذه العملية، وهو كعادتهم يكذبون، وما هم إلا مجرد مطية كالحمار الذي يحمل الأسفار، لكن من نفذ الضربة هي معروف تلك الجهة. والمملكة العربية السعودية لديها معلومات، المملكة دائما لا تستعجل في توجيه التهم لأحد، تريبت قليلا وأتى خبراء بالدلائل والأدلة وآثار هذه الضربات التي حدثت، عرف من أين مصدرها ومن مصنعها وكيف كانت وكيف وصلت. كل الأمور هذه يا أخي لا يمكن أن نربط أعمال الحوثيين. فسؤالك أن هذا قد يشكل ضغط المملكة العربية السعودية، ولو كان في الاعتراف أنهم الحوثيين رغم أنهم أقزام أمام مثل هذه العملية ويعلمون من الذي نفذها صحيح، ولكن أدعوا ذلك مثل ما يدعي حزب الله في لبنان، لكن لن تنحني المملكة العربية السعودية. وأنا أقولها وليس لأنني ابن المملكة، وإن كان ذلك فهذا فخر لي وتاج على رأسي، ولكن المملكة العربية السعودية تمر العواصف وتنحني العواصف من المملكة العربية السعودية. لذا فإن الحوثيين لن يهددوا ولا يمكن أن يهددوا بأي لحظة بأي ورقة يلعبون بها. المملكة العربية السعودية تحترم القوانين الدولية والأعراف
الدولية وتسير في مسار صحيح، لأنها تواجه الحكومة الشرعية في اليمن إصابات انقلابية تتعامل عن طريق التحالف بالقوانين الدولية. لذا لا يمكن في أي لحظة من اللحظات أن نقول أن الحوثيين سيضغطون على المملكة لتوقيع أي اتفاقية. يا سيدي، قبل اتفاق الكويت الأخير والذي لم يحدث هناك اتفاق، اللي هو مشاورات الكويت في العام 2017، كان هناك معلومات تهربت مثل ما تهربت الآن هذه المعلومات والإشاعات الكاذبة، لأن الحوثيين كانوا في المملكة العربية السعودية قبل وصولهم إلى الكويت، وأن اجتماع الكويت سيكون المتنفس للحوثيين ونهاية الحرب في اليمن. وفي الأخير طلع الأمر غير صحيح. الحوثيين هم يروجون لأنفسهم الإشاعات الكاذبة ويصدقون ما يقولون. يعني هذا الأمر للأسف لا يزال إلى الآن. قبل فترات قالوا بأن سعد الحريري ورئيس عبد الرب وهابي منصور هم في الرياض يعني محبوسين ولا يمكن أن يخرجوا من الرياض. في الأخير أين سعد الحريري الآن يا صديقي؟ وبعد ذلك عاد عبد الرب وهابي إلى عدن أكثر من 3 مرات. يا أخي، نحن أمام حرب إعلامية تقصد المملكة العربية السعودية وتصنع الركات والإشاعات كيف ما تشاء. ورغم ذلك أنا أقول لك، عندما نريد أن نبحث عن الحقيقة، وأنا أقولها والله بكل أمانة ومصداقية، فعلينا أن ننظر إلى ناقص التحالف عندما يظهر ويقول الحقائق، لأنه طيب دعني أعيدك سيد عسكر، دعني أعيدك إلى ما قبل انطلاق عاصفة الحزم. سيد عسكر، دعني أعيدك إلى ما قبل انطلاق عاصفة الحزم، تحديدا عندما اجتاح الحوثيون المناطق الشمالية ووصلوا إلى صنعاء وحاصروا الرئيس بعد توقيع اتفاق السلم والشراكة. لم تتحرك المملكة العربية السعودية ولم تلقي بالا لذلك، لكن عندما قام الحوثيون بمناورات على الحدود مع السعودية وعندما استقبلوا الرحلات من طهران، حينها حصل ما حصل في نهاية المطاف. طيب تسمح لي أجيب لك بالتفصيل على هذا السؤال؟ تفضل. أولا، عندما تقول الحوثيين على الحدود، لم تكن جديدة تحركات الحوثيين على الحدود، هي تعود لما قبل، وكما تعلم من عام 2006 هناك حرب أولى معهم وثانية وثالثة وخامسة وسادسة. المملكة العربية السعودية اكتفت بحماية حدودها ولم تسمح لأي شخص أن يتجاوز الحدود السعودية من هؤلاء العصابات الانقلابيه. اما عبد الرب وهادي منصور عندما حاصر الحوثيين في صنعاء، فهذا دليل واضح وصريح مع التحالف وليس ضد التحالف. كيف يستطيعون ان رغم انه حاصر وكان على المملكه العربيه السعوديه ان تنطلق والتحالف ودول الخليج والدول العربيه للدفاع عن هذا الرجل الذي اعتقله الحوثيين، لكن ليس لديهم اي مسوغ شرعي للتدخل. ليس لديهم اي مسوغ شرعي للتدخل. عندما استطاع حاح رئيس هادي ثم تلاعب حاح لاحقا بالهروب من صنعاء والوصول الى عدن ثم التواصل مع دول الخليج وطلب انقاذ اليمن من هذه العصابات الانقلابيه، تحرك التحالف العربي وفق مصوغ شرعي وهو بطلب من الرئيس عبد الرب وهادي. هنا فرق بين ان يكون محبوس لا يصح التدخل للتحالف وبين ان يكون طليق يطلب من التحالف العربي ان ينقذه. هذا هو يعني إجابة على سؤالك بكل وضوح. كما ذلك يا سيدي، الحوثيين رغم ذلك لم يكونوا على الحدود عندما سيطروا على صنعاء وعلى عمران وعلى الطالع وعلى حجة وعلى لحج، لم يكن لهم أي تحركات على الحدود السعودية. قاموا بمناورات معلنة، قاموا بمناورات عسكرية معلنة على الحدود مع السعودية. سيد عسكر، يمكنك الرجوع والبحث عن ذلك. بعد سيطرتهم، نعم سوف أوضح لك سيدي، بعد سيطرتهم على صنعاء وعمران وهذه المواقع في مارس 2015 وبعد 6 أشهر من ذلك أو أكثر قاموا بهذه المناورات، ولكن قبل ذلك لم تكن أي مناورات على التماس. نحن نتحدث عن ما قبل عاصفة الحزم. طيب دعني أنقل هذا الكلام إلى السيد إبراهيم القعطبي. ما رأيك سيد إبراهيم؟ يعني الرجل يقول في نهاية المطاف المملكة العربية السعودية لم تتدخل في اليمن إلا بعد أن طلب الرئيس عبد الرب منصور هادي بكامل حريته وبكامل إرادته وبما يمثل من وزن وسيادة لليمنيين، طلب ذلك منهم. السعودية لا تتحرك إلا عبر الأطر القانونية كما يقول سيد عسكر. لا
ليس صحيح. السعودية والإمارات كانت جزء من الثورات المضادة لثورات الربيع العربي، ورأينا ذلك في مصر وكثير من الدول الأخرى، وكانوا راضين على دخول الحوثيين. وصالح الحوثيين في بداية الأمر استخدموا كشماعة، كانوا يفكرون أنهم سيعودوا النظام صالح، ولكنهم لم يستطيعوا ذلك. أيضا الرئيس هادي بنفسه قال أنه كان في حدود عمان ولم يدري بالضربات السعودية، وأن السعودية تدخلت قبل أن يطلب منها الإذن. فلذلك هم كانوا عندهم دراية ومخطط مسبقا لضرب اليمنيين، لضرب المنشآت اليمنية، لضرب القوات المسلحة اليمنية لتدمير اليمن، وهذا كان مدروس منذ بداية قبل الحرب. كما تعرف أنه الذي حصل في 24 ساعة منذ انطلاقة قوات التحالف بضرب اليمن، ضربوا كل المعسكرات اليمنية، كل المخازن اليمنية، كل القوات المسلحة اليمنية، الطيران، الدبابات، وكل القوات المسلحة. فلذلك هم كانوا على تخطيط مسبق. الرئيس نفسه يقول أنه لم يعرف بالضربات السعودية إلا عند وقوعها. هذا كان هناك مخطط مسبقا لاستهداف اليمن ولليمنيين وللتشطير ولعدم يعني منع اليمن من دخول في عصر جديد مزدهر من الفيدرالية والديمقراطية. هذه أهداف السعودية منذ إقامتها، أنها لا تريد لا يمنا موحدا ولا يمنا قويا ولا يمنا لا قويا، لا اقتصاديا ولا سياسيا. لم نرى منها إلا هذه البلاوي منذ حرب الإمامة مع الجمهوريين، منذ حرب الانفصال، والآن في هذه الحروب. وكل من يمول هذه الأطراف هي المملكة العربية السعودية، وهي من تتفرج على اليمنيين منذ ذلك الفترة. فلذلك كلامهم مغلوط تماما، لم يعد ينطلي على اليمنيين ما يقولونه في هذه الصراعات، وهم من يمولونها، وهم من يقفوا ضد التغيير في الوطن العربي. لا يمكن لأنظمة أسرية شمولية فأن تدافع على الديمقراطيات أو على الجمهوريات أو أن يعني تود لها الخير والازدهار، هي ترى في ذلك تهديدا مباشرا لانظمتها ولسلطتها. طيب يعني في هذا السياق، في هذا السياق سيد القاطبي، لماذا وضع اللوم على الرياض؟ رأيناهم كيف انهم قالوا انهم يقفون مع الحكومه الشرعيه ووقفوا ضدها. في هذا السياق لماذا يعني يوضع اللوم على الرياض؟ في نهايه المطاف يرى العالم تقريبا جميعه ان الحرب اليمنية باتت الآن حربا بين السعودية والحوثيين، يعني بين التحالف لنقل والحوثيين، لهذا تنصب كل الجهود على إبرام هذا الاتفاق ما بين الجانبين. المشكلة فعليا إذا كانت السعودية تبحث عن مصالحها، إذن المشكلة فعليا في الحكومة الشرعية وليست في السعودية. ليس صحيح. من يختطف الحكومة الشرعية والقرار الحكومة الشرعية هي المملكة العربية السعودية، وهي من تودع الحكومة الشرعية ورئيسها في تحت الإقامة الجبرية في المملكة العربية السعودية. هي من مونت الميليشيات ضد الحكومة الشرعية في المناطق الجنوبية، وهي أيضا من أدخلت اليمن في الحروب وسمحت للحوثيين بالتمدد منذ الوهلة الأولى. لو هي حقيقة تود دعم الحكومة الشرعية لدعمت القوات الحكومية ولسمحت لها بدحر الحوثيون، ولكنها لم تقم بذلك. المشكلة أن السعودية تصدرت المشهد اليمني وقالت للمجتمع الدولي أن هذه هي دولة جارة وأن أمنها القومي من أمن اليمن، فلذلك هي من ستحل القضية وتصدرت المشهد. وللأسف الشديد قامت بالعكس، دعت سمحت للإمارات بالقيام بتمويل ميليشيات مناوئة للحكومة الشرعية، قاموا بإنشاء القواعد العسكرية في المهرة وفي الحضرموت وفي مناطق أخرى، لم يسمحوا للحكومة الشرعية القيام بذلك، لم يسمحوا حتى للحكومة الشرعية بشراء حتى قطعة سلاح واحد. الآن اليوم نحن نتحدث أنه ما يود بعض الدول العظمى أو حتى يعني الدول المتصارعة في الخليج هو تشطير اليمن من أجل أن يكون هناك يمنيا متحاربا، جزء يتبع إيران وجزء يتبع المملكة العربية السعودية، على حساب أمن المنطقة، على حساب أمن اليمنيين، على حساب وحدة اليمنيين. وهذا أمرا غير مقبول، وسيرفضه الشعب اليمني اليوم وبكرة وغدا وفي المستقبل. فلذلك هي المسؤولة الأولى كونها من تقود التحالف، كودها من تصادر قرار الحكومة الشرعية، كودها من تدعم كونها من لا تدعم القوات المسلحة، وهي من تضعف اليمنيين ومن تحاصر حتى المناطق الذي مفروض أن تكون محررة. نحن نحملها المسؤولية لأنها منعت الشعب اليمني من التحرك قدما، حاصرتهم، منعتهم من شراء السلاح،
منعت المقاومة، بل هي من تضرب المقاومات بما يسمى ضربات خاطئة، وهم من يجوعوا الشعب اليمني من أجل تركيعه. وهذا النتائج التي وصلنا إليها بسبب هذا التحالف، بسبب ميليشيات الحوثي، وكلهم مشتركين في الجريمة لأهدافهم الشخصية. الحوثيين يريدون حكم المناطق الشمالية، والمملكة العربية السعودية والإمارات تريد السيطرة على الجنوب كونه يمتلك كمية من النفط والموقع الاستراتيجي الهام من الشواطئ والموانئ. فلذلك التقت أهدافهم على حساب أهداف الشعب اليمني، وهذا لن يكون مقبولا لليوم ولا في القدم. سيد عسكر، يعني أنا سمعت الرجل الآن يعني في نهاية المطاف، يفهم من كلامه إذا لم تكن السعودية تتحاور مباشرة مع ميليشيات الحوثي، أو على الأقل كما تقول أنت، إذا لم تكن تضغط على الحكومة الشرعية أو لا تحتجز أو تفرض الإقامة الجبرية على الرئيس عبد الرب منصور هادي، إلا أنها كما يقول السيد القعطبي عندما تريد شيئا من الرئيس هادي ويرفضه تقوم بهذه الأفعال فيما يتعلق في المهرة، إيجاد يعني تواجد عسكري هناك، وتقوم أيضا بتمويل ودعم هذه الميليشيات المسلحة الخارجة عن إطار وزارة الدفاع. ويتحدث، قد يشير هنا السيد القاطبي إلى المجلس الانتقالي والميليشيات التابعة له. إذن هي في نهاية المطاف تتحكم بالوضع في اليمن من خلال إثارة هذه النقاط عندما يمشي الرئيس هادي على غير هواها، كيف ترد؟ أيوة، أولا يعني دعني اوضح نقطه على حديث ضيفك. الولايات المتحده عندما يقول من ابسط الحزم تعمدت الى ضرب واضعاف قوات الجيش اليمني في صنعاء. يا اخي طيب وين القوات هذه لم تواجه الحوثي؟ انا اريد ان اسال هذا السؤال لك ولغيرك. هالقوات اللي جالس تتكلم عليها وين لما دخل الحوثي صنعاء وسيطر عليها في اقل من 12 ساعه، وسيطر على عمران والضالع والشمال باكمله؟ وين القوات اليمنيه؟ وين القوات التي تتبع الشعب اليمني وليس الاسر؟ لماذا لم نشاهدها؟ اين هي هذه القوات؟ قبل عاصفه الحزم، لماذا هذه القوات التي تتهم عاصفه الحزم بانها دمرتها، لماذا لم تدافع عن صنعاء؟ لماذا لم تدافع عن العاصمه؟ لماذا لم تدافع عن الرئيس علي صالح من القتل؟ يعني لازم يا اخي نتكلم. لكن هذا الكلام يبدو وكانه تبرير لما يحصل سيد عسكر، هذا كلامك يبدو وكانه تبرير لما يقول انه السيد القاطبي على انه افعال سعوديه تستهدف سياده القرار اليمني. لا 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 يا اخي، عندما يقول يعني معليش، عندما يقول بان الرئيس والذي في بدايه الحوار لم يكن يقول الرئيس، والان الرئيس لم يطلب، وانه قال انه لم يعلم بالتحالف الا عندما قام بالقصف. يا اخي ساعه الصفر هذا امر خلاص من جاي خاص بالتحالف، لكن اما الطلب الشرعي من عبد ربه هادي منصور فكان واضحا وصريحا قبل القمه التي كانت في القاهره، ومشى عن طريق البر، وصل الى سلطنه عمان، ومن هناك الى مدينه الرياض العاصمه السعوديه، وكان امام التصوير وامام العالم. والحمد لله انه لم يقال اننا اخذناه من عدن وخطفناه واحضرناه الى الرياض الرئيس. الشيء الثاني يا اخي، عندما يقال بانه في الرياض الان معتقل، يعني هالكلام ما يصدق. يعني كيف يعتقل رئيس دوله؟ وين الامم المتحده؟ وين الولايات المتحده الامريكيه؟ يعني لماذا لا تتكلم امريكا؟ معليش، ما دام عبد ربه هذه الان اسير بالسعوديه، ليش امريكا ما تتكلم؟ يا اخي نحن الان امام قرار له 5 سنوات، قرار اممي 22/16 رفض الحوثيين الانصياع له او تنفيذه. ثم حاليا تتهم المملكه العربيه السعوديه ودوله الامارات العربيه المتحده. اين الاحزاب التي في اليمن يا اخي؟ هناك حزب اشتراكي وحزب المؤتمر الشعبي العام وحزب وحزب وحزب. الحوثيين الان في صنعاء هم كل الاحزاب، هم من يفعلون ما يشاءون، ولا نجد من يتكلم او يهاجم الحوثيين، بل نجد لسانه مع الاسف طويلا على المملكه العربيه السعوديه، وكانها هي التي تريد ان تعمل باليمن وباليمن. يا اخي المملكه العربيه السعوديه اذا ما لديك هذه المعلومه، فخذ هذه المعلومه لدي. المملكه العربيه السعوديه تمتلك ثاني اشتياط في الارض، في الارض. لذا ليست بحاجه ان تحتل دولة أو ما شابه ذلك. أيضا دولة الإمارات العربية السعودية الاحتياطي لديها المخزون الاحتياطي من 10 سنوات لم تنظر لها الإمارات العربية المتحدة، والإمارات تحديدا الإمارات العربية المتحدة لا تعتمد
تعتمد حاليا على النفط، هي تعتمد على السياحة، فكيف تعتمد على النفط من شطة أو غيرها؟ يا أخي هذا الكلام تفاهات، هذا الكلام لا يمكن أن يصدق. يا أخي الحوثيين عدو للجميع، والمملكة العربية السعودية تتهم بأنها دمرت جامعات، دمرت مستشفيات، دمرت دمرت. يا أخي المملكة العربية السعودية صرفت إلى الآن أكثر من 16 مليار على مركز الملك سلمان للإغاثة، لماذا لا نتكلم عن هذه الأرقام وهذه الأموال؟ المملكة طيب العربية دعني أنقل هذا الكلام إلى السيد القاطبي. سيد عسكر، السيد القاطبي، يعني أنا رأيتك وكنت تتحدث مع السيد عسكر في نقاط، لو تتفضل بالتعقيب عليه. أولا أنه لماذا لا تتحدث أمريكا عن ما يجري للرئيس هادي؟ نحن نعرف أن العالم كله مبني على المصالح، وهناك صفقة سلاح وصفقة بين المملكة العربية السعودية وإدارة ترامب ب 110 مليار دولار، فلذلك هذا عندهم أهم من اليمن ومن رئيسه، ونحن نعرف كيف العالم يبنى على المصالح، هذا من ناحية أولى. من ناحية ثانية، نحن لسنا بحاجة لا بالسكر ولا بالحليب من المملكة العربية السعودية، قد دمروا في اليمن وهم يدمرون اليمن بأكثر من ما يقدمونه لليمنيين من الفتاة. أما بالنسبة لأن السعودية قوة عظمى ولا أعرف من هذه القوات، من يقدم لهم اللوجستيات هي الولايات المتحدة الأمريكية وبريطانيا، الجيش وحده لا يستطيع القيام حتى بضربات عسكرية جوية. من يحمل حدود السعودية اليوم هم يمنيون من الميليشيات الدينية المتطرفة والطائفية، فلذلك لا يستطيع أن يقول أن السعودية تستطيع وتستطيع وهي لم تستطع ترد على أي مكان الذي ضربت الأرامكو داخل المملكة العربية السعودية. لا يظلوا يخوفونا، وإذا كان لديهم هذه القوة فلماذا لم يدحروا الحوثيون؟ لماذا لم يمونوا الحكومة الشرعية؟ لماذا لم يدعمون القوات المسلحة اليمنية؟ لماذا لم يوقفوا حتى الإمارات من ضربها للجيش اليمني وللحكومة الشرعية؟ وإذا كان لديهم القوة الضاربة الذي يقول، فلماذا لم يستطيعون حماية الرئيس اليمني داخل الأراضي اليمنية؟ كل تلك شماعات واهية لم تعد تنطلي على الشعب اليمني. السعودية جارة سيئة وسلبية منذ إقامتها، ولا ترى من اليمن من هذه الدولة إلا المصائب. هي من أشعلت الحرائق في الوطن العربي كله، من العراق إلى لبنان إلى اليمن إلى كل مناطق الدولة. أي دولة تدخلها السعودية والإمارات تدمرها وتلحق بها الضرر، بسبب أن هناك شعوب عربية حية تريد الديمقراطية وتريد أنظمة جمهورية وهي ضد تلك الأنظمة اليوم. طيب أعود إلى سيد عسكر بنقطة أخيرة، يعني سيد عسكر الآن إذا ما كان فعلا الرئيس عبد ربه منصور هادي يعني غير محتجز، لماذا لا يعود إلى الأراضي اليمنية بحسب تقديرك؟ سأجيبك على هذا السؤال، ولكن اسمح لي أن أعرج على الأخ. أنا الآن عندما أتكلم معك تكلمني أنا موجود في السعودية. الأخ القاتل يبدو أن الولايات المتحدة الأمريكية بعيد عن الأحداث، وكثير ما نسمع عن الذين هم في الخارج كلام عن السعودية وغيرها، ونحن نعلم جيدا لمن يتبعون وماذا يريدون. والمملكة العربية السعودية ودولة اليمن دولتان شقيقتان تربطهما علاقات تاريخية قوية، والدين والنسب وما شابه ذلك من الأمور الأخرى. المملكة العربية السعودية واليمن دولتان جوار، لا يمكن لأحد أن يدخل بين يوم وليلة وأن يشوه هذه العلاقات التاريخية. هذا من جانب. الأمر الثاني يا سيدي، عندما يقول بأن اليمنيين هم من يحمي حدود المملكة العربية السعودية، فأنا لا أدري أي يمنيين الذين يتكلم عنهم، هل هم يمنيين من الشمال أم من الجنوب أم من شرق اليمن أم من غربه؟ يعني بما أنهم يحمون الحدود السعودية فأرى أنهم من الأفضل أن يتعاقبوا مع السعوديين، وأنا أدخل حدودهم يدخلون. يعني كيف يحمون بلاد دولة؟ طيب لم تجبني على سؤالي سيد عسكر فيما يتعلق لماذا لم يعد الرئيس عبد ربه منصور هادي إلى الآن إلى الأراضي اليمنية، تحديدا إلى العاصمة المعلنة على أنها عاصمة مؤقتة بعجالة إذا سمحت. يا سيدي، عندما تكون عودة الرئيس اليمني عبد ربه هادي إلى اليمن هي العصا السحرية التي ستعيد الأمور إلى نصابها، أنا أتمنى من الرئيس أن يرجع الليلة قبل بكرة. بصراحة الحكومة الشرعية يا أخي هناك عدد كبير من الوزراء في عدن يواصلون أعمالهم وفي سيئون وفي حضرموت،
يعني لنعتذر او لنفترض ان الرئيس عبد ربه هادي سافر رحله علاجيه للولايات المتحده الامريكيه، فهل وجوده هو الحل في اليمن؟ يا اخي لا نريد ان نعزف على الوتر المقطوع او الوتر المعطل، لازم ان نضع النقاط فوق الحروف وان نتكلم بالحقائق ولا نصنع الذرائع ولا نوجه التهم بدوله من المملكه العربيه السعوديه ولا ان ننجب خلف الاعلام القطري الايراني اللبناني، يجب ان ننظر الامور بمقياس شكرا متوازن وعادل وان ننظر الامور من كافه الجوانب. الرئيس عبد ربه هادي عاد الى اليمن اكثر من 7 مرات رغم انه من قبل ذلك قيل انه اسير في اليمن ورجع الى اليمن، ورغم ذلك لم يتعدل شيء في الامر، المعادله لا زالت كما هي معقده. واذا كان الامر خوف على سلامه الرئيس في مواقع معينه من اليمن او ما شابه ذلك، وترى الحكومه اليمنيه الشرعيه بان بقائها بعيدا هو حل، فانا اعتقد ان هذا يعني امر بحيث ما تنتهي الامور، لكن ان نرمي بالتهم جزافا المملكه، يا اخي ماذا تريد المملكه من عبد ربه هادي منصور؟ ماذا تريد منه؟ ماذا تريد منه يا اخي؟ ما تريد منه شيء. كل ما تريد المملكه العربيه السعوديه وتبحث عنه هو استقرار اليمن. يا اخي السعوديين لو هذه الساعه سلموا الاسلحه للحكومه الشرعيه وعادوا الى مواقعهم التي كانوا فيها في السابق وعادت الشرعيه لما بقي للتحالف في اليمن البقاء ساعه او دقيقه واحده. الامارات ليست حريصه على البقاء في اليمن. وقد وضحت هذه النقطه من قبلك سيد عسكر. نعم سيد عسكر. إذا جزيل الشكر لك الكاتب الصحفي أستاذ سليمان سلمان عسكر، كنت معنا عبر الهاتف من الرياض، وكذا للسيد إبراهيم القاطبي المحلل السياسي كان معنا عبر سكايب من نيويورك. الشكر موصول لكم مشاهدينا الكرام على حسن المتابعة والإنصات. في أمان الله.